حصريه ولاول مره في قناه وورد كاتي. غادي تزيدي اختي في الوزن ديالك 2 كيلو في ظرف يومين فقط، من اروع الوصفات بمكونين فقط ديال بنات الشعب. بغيتي تسمين الجسم، تسمين اليدين، تسمين المؤخره، تسمين الساقين، تسمين الوجه والخدود واليدين كذلك. ما عليك اختي غير بهذه الوصفات ديال بنات الشعب، من اروع الوصفات. وكنتحداكم يا البنات الا ما زدتوش في الوزن ديالكم تلغيو الاشتراك وتلغيو اللايكات ديالكم في ظرف يومين فقط البنات، من اروع الوصفات. وكنتحداك على البنات، اللهم اني بلغت، الا كثرتي من هذه الوصفه هذه فراه غتولي اختي في السمنه المفرطه وغادي نوليو في وصفات نقص الوزن. فراه من اروع الوصفات اللي غادي يبرزوا لك جميع المناطق الانثويه، حاجه ديال الخيال العلمي ما شاء الله، شي حاجه ديال الطب اللي غادي تخليك مصدومه من راسك ومصدومه من الجسم ديالك ما شاء الله. صدر، مؤخره، ساقين، خدود، يدين، اللي شافتك غادي تقول لك اختي عطيني سر الوزن ديالك، كيفاش اختي تزيانيتي وغلاديتي وليتي بحال هكا. النحافه المفرطه قولي لها وداعا وللابد. سلام الغاليات على قلبي، شخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. فضلا وليس امرا منكم البنات اللي كتشوف لا فيديو ديالي، قبل ما تكمليه ديري اختك واحد لايك، ديك البصمه اللي كتكون تحت من لا فيديو ديالها بحال هكا. بالنسبه للبصمه البنات راه ما فيها لا خلاص لا حتى شي حاجه غير هاد البصمه، كدل على ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم واليوتيوب كيقترحوا على ناس وحدين اخرين باش يزيدوا يستافدوا من هذا المحتوى اللي كيكون يعني نال الاعجاب ديال الناس. ففضلا وليس امرا منكم البنات لايكات واشتركي في القناه باش تنضمي للعائله ديالنا، تبعي مجموعه من الوصفات، سلسله اللي غادي تهتم ليك بالشعر ديالك، بالجسم ديالك، بالصحه ديالك كذلك. وفعلي داك الجرس اللي حداها صغيور باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. اليوم ان شاء الله تحت الطلب ديالكم غادي نشارك معكم قنبله. قنبله يا البنات في تضخيم جميع المناطق الانثويه وزياده الوزن ديالها، تسمين الجسم، تسمين اليدين، تسمين الخدود، تسمين الرجلين، تسمين المؤخره، تسمين الصدر، مكونين فقط يا البنات، مكونين اللي ما يطيحوش لك في البال ديالك، اللي ما شاء الله غادي يزيدوك 2 كيلو في ظرف يومين. اه اختي في ظرف يومين غادي تزادي 2 كيلو، من اروع الوصفات اللي سهله وبسيطه وموجوده عندك في الدار ديالك. اذا ما غاديش نطول عليك، خليك معايا ان شاء الله لاخر لا فيديو باش نشوف ان شاء الله مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. اول وصفه ان شاء الله البنات، لانه في هذا لا فيديو كاينين جوج ديال الوصفات، كل وصفه كتتكون مكونين فقط. الوصفه الاولى ان شاء الله وهذه الوصفه الاولى زائد معها الوصفه الثانيه، يعني تيكملوا بعضياتهم الا بغيتي يا اختي تسماني وتزيدي في الوزن من اول استعمال في ظرف يومين ان شاء الله غادي تزيدي 2 كيلو. اذا اول مكون ان شاء الله غادي نبداو به في الوصفه ديالنا هو الزبيب البنات، اللي كيف ما كتشوفوا اللي هو العنب المجفف. ها هو البنات الزبيب، من الاحسن ان ناخذوا الزبيب اللي كيكون اللون ديالو احمر. كيف ما كتعرفوا ان الزبيب كيحتوي على مجموعه من العناصر الغذائيه المهمه للجسم ديالنا، منها الفيتامينات، منها الماء، منها البوتاسيوم، منها الكربوهيدرات، منها بزاف ديال الفوائد الغنيه لصحه الجسم ديالنا. وكيحتوي على مجموعه كبيره من السعرات الحراريه اللي بالدور ديالها كتزيد لينا في الوزن في الجسم ديالنا. اذا غادي نحتاج ان شاء الله هنايا واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره من الزبيب الاحمر البنات، ماشي الزبيب اللي كيكون اللون ديالو ابيض. من الاحسن الى لقيتو داك الزبيب اللي كيكون هكا كبير شويه على هاد الحبه هذه، كاينه هاد الحبه هذه صغيره، الى لقيتو مكبر منها من الاحسن ما عندكمش غادي تحتفيو غير بهاد الزبيب هذا. غادي نحتاج منه تقريبا هنايا واحد 2 دراهم حتى 3 دراهم اللي غادي نقسموها على نهار كامل، يعني هاد الكميه غادي نقسموها على 3 المرات. غادي نحتاجو تقريبا واحد المعلقه كبيره، غادي ناخذ واحد الاناء بهذا الشكل هذا، غنحتاج واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره ديال الزبيب بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، غنحتاج معلقه اللي غادي تكون كبيره ديال الزبيب. غادي نحتاج البنات هاد البسكوي، هاد البسكوي ديال هيرنيس الغنيه عند التعريف، تربينا عليه من الصغر ديالنا، ما كاينش شي مغربيه ولا شي مغربي في العالم ما كلاش هذا البسكوي هذا، كنا مولفينه من الصغر ديالنا ما شاء الله، وولفناه حتى لوليداتنا. انا بزاف كنت كنعطيه لولدي في العمر ديال 6 شهور، كنت كنعطيه ليه بزاف، كنديروا ليه مع الماء ولا كنديروا ليه مع الحليب ولا مع اتاي وكنعطيه ليه. وراه ما كاينش شي وحده بغيتكم البنات كامل تكتبوا لي في لي كومونتير
اشنو كنتو كديروا بهذا البسكوي؟ هذا بهذا البسكوي البنات فراه هو غني بالكربوهيدرات، غني بالدهنيات، غني بالدهون المشبعه والغير المشبعه، غني بالكوليسترول، غني بالالياف الغذائيه، فيه مجموعه من السعرات الحراريه اللي غادي تزيد في الوزن ديالكم. مهم البنات الا عندكم هذا البسكوي مرحبا، ما عندكمش غادي تختاروا اي نوعيه من البسكوي اللي غادي يكون فيه كميه ديال السعرات الحراريه وكميه من الدهون المشبعه والكربوهيدرات تكون بكميه كبيره في هذا البسكوي. هذا ماشي بالضروره هذا البنات، فانا اختاريت لكم هذا لانه معروف وما شاء الله كنا كاملين كنستعملوه. مهم البنات بالنسبه لهذه الباكيه هذه ديال البسكوي فراه غادي نقسموها على النهار كامل، غادي تكفيكم على النهار كامل. بالنسبه لهذه الوصفه غدار ثلاثه المرات في النهار، فانا كل شيء غادي نشرح لكم ان شاء الله في هذا الفيديو. مهم غادي نحل ان شاء الله هذا البسكوي بهذا الشكل هذا. فهاد البسكوي فيه ثلاثه ديال الطبقات، فيه ثلاثة ديال الطبقات، فيها الطبقة وفيه الطبقة الثانية وفيه الطبقة الثالثة، يعني هاد البسكوي غادي يدي معاك إن شاء الله النهار كامل. فبالنسبة ليومين غادي تاخدي جوج ديال الباكيات. فهاد هاد الطبقة الأولى شحال كتكون من البسكوي؟ فيها خمسة ديال الوحيدات من هادو، يعني غادي نحتاجو خمسة الحبات من هاد البسكوي هذا. غادي نزيدوها هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، ها هو الزبيب. اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الحبات ديال البسكوي هنايا كيف ما كتشوفوا، قطعوهم بحال هكا اللي بغيتو بهذا الشكل هانتوما. المهم البنات بالنسبه للبسكوي ديالنا كيف ما كتشوفوا اللي هو الزبيب، معلقه ديال الزبيب وخمسه الحبات ديال البسكوي هرنيس او اي نوعيه من البسكوي. غادي نزيدو عليه ان شاء الله واحد الكويس ديال الحليب اللي غادي يكون كامل الدسم، كامل الدسم. ممكن تعوضوا هذا الحليب بحليب جوز الهند، بحليب الصوجة اللي كنت صوبت معكم مؤخرا ان شاء الله غادي نعاود معكم لا فيديو لانه لقيت عليه واحد طلب اللي كثير، حليب الصوجة بطريقه حصريه وجديده ديالي البنات شاركتها بطريقه ديالي اللي شاركتها معكم البنات، طريقه ديال حليب الصوجة اللي كاين بزاف ديال البنات ما كيقدوش على ديك الصوجة لانها مجهده المذاق ديالها. فانا صوبت معكم بطريقتي، غادي نعاود نصوبها معكم لانه لا فيديو ما خداش عدد كبير ديال المشاهدات. مهم اي حليب عندكم ممكن تعوضوا به هذا الحليب، حليب اللوز، حليب الشوفان، حليب الصوجة، حليب كامل الدسم كيف ما غادي نديروا دابا. وغادي نزيدها على الخليط ديالي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيدها على الخليط ديالي البنات كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وغادي نحاول انني نرقد داك البسكوي بهذا الشكل هذا حتى يرطب مزيان مزيان، وغادي نوريكم طريقه الاستعمال ديالو، وغادي نوريكم ان شاء الله طريقه الاستعمال ديالو. دابا غادي ندوزو مباشره للوصفه الثانيه اللي ضروري البنات مع هاد الوصفه الاولى، ضروري ضروري مؤكد الا بغيتي تزيدي جوج كيلو في يومين فقط. كل يومين غديري هاد الوصفه غتزيدي جوج كيلو، كل يومين غتزيدي جوج كيلو. واش بغيتي اختي بورد كاتي مهر ليا فيك وجايبه لك الطوب طوب طوب ديال الطوب. المهم بالنسبه للوصفه الثانيه ان شاء الله شنو غادي نحتاجو فيها؟ غادي نحتاج فيها هاد الجبن، هاد الجبن، هاد الدانون هذا ديال بيغلي. علاش هاد بيغلي البنات؟ لانه غني بالدهون، فيه واحد الكميه كبيره من الدهون. مهم اي جبن عندكم ممكن انكم تستعملوه، او دانون او ياغورت اللي عندكم. مهم انا اختاريت لكم هذا لانه فيه واحد الكميه كبيره من الدهون. غادي ناخذ الدانون ديالي بهذا الشكل هذا. اشنو غادي نزيد عليه؟ غادي نزيد عليه ان شاء الله المكون الثاني اللي غادي نضيفه ان شاء الله مع الجبن اللي هو هاد سيريلاك. هاد سيريلاك البنات معروف وما شاء الله تربينا عليه حتى هو من الصغر، كنعطيوه لوليداتنا، كنعطيوه الاطفال ديالنا، حتى الناس الكبار اللي عندهم النحافه كياكلوا لانه ما شاء الله غني 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 بالكربوهيدرات، غني بالسعرات الحراريه، غني بالدهون، غني ما شاء الله بزاف ديال المكونات اللي زوينه الجسم ديالنا. اذا اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد السيريلاك البنات ديال القمح، الثمن ديالو تقريبا 6 ديال الدراهم، راه موجود في لي سوبر مارشي، ولا خذوا الباكيه الكبيره اللي بغيتو. بالنسبه لهاد الكميه هادي راه غادي لكم يومين ان شاء الله، الا كنتو غادي تتبعوا الوصفه ان شاء الله يومين فراه غدي لكم يومين باذن الله. المهم غادي ناخذ معلقه، غادي نزيد فيها واحد المعلقه كبيره ديال السيريلاك بهذا الشكل هذا هانتوما البنات، واحد المعلقه كبيره حتى لجوج معالق كبار هانتوما. غادي نزيد عليه هاد المعلقه بهذا الشكل هذا، وغادي نزيد معلقه واحده اخرى حتى يبان لك القوام ديال الجبن ديالنا ولا ثقيل ولا قاصح.
وما انا غادي نوريكم البنات لا تيكستور اللي غنتحصل عليها بحال هكا. وتحركي مزيان مزيان حتى تحصلي على واحد القوام اللي غادي يكون ثقيل. مهم تقريبا جوج معالق، مهم تقريبا البنات جوج معالق ديال سيريلاك مع الجبن اللي هو هذا البلات بيغلي، ولا اي نوعيه من الجبن ماشي مشكل، غير هو اختاروا شي نوعيه من الجبن الطري اللي كيكون فيه كميه ديال الدهون كبيره. المهم البنات بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا غتخلطوا مزيان، ما تخلطوش هنايا في الياغورت، غادي ديروا شي طبيصيل وتخلطوا فيه مزيان. المهم حتى تحسي بالخليط ديالك ولا ثقيل مزيان مزيان بهذا الشكل هذا غادي يقصح. اشنو غادي نديروا كيف ما كتشوفوا البنات بهذه الطريقه هذه، هانتو كيولي ثقيل بهذا الشكل هذا، هانتو كيولي ثقيل، هانتو صافي كيولي ثقيل بهذا الشكل هذا صافي. تنحبسوا عليه، كنديروا جوج معالق اللي غادي تكون كبيره، غادي نديروا جوج معالق ان شاء الله اللي غادي تكون كبيره من الصغيلاق مع الجبن الطري. بالنسبه للوصفه الاولى ديالنا كنتسناو حتى يرطب معنا البسكويت، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيولي. وتنخلطوا المكونات مزيان مزيان بهذا الشكل هذا، هانتو هكا هانتوما، وكتخلطي البسكويت مزيان مزيان بهذا الشكل هانتوما البنات، شوفوا ما شاء الله كي كيولي هانتو، شفتوا بهذا الشكل هذا هيا البسكويت مع الحليب ومع الزبيب. بالنسبه لطريقه الاستعمال ان شاء الله من بعد مني غادي تفطري، غادي تسناي تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، غادي تاكلي مباشره هذا الحساء او كيف ما بغيتي تسميه او عصير او اللي بغيتي، مهم شي حاجه ديال الطب غالي بالسعرات الحراريه اللي غادي يزيدوك في جميع المناطق الانثويه. مباشره من بعدها غادي تاكلي لي اختي هذا البيغلي هذا العامر بسيغيلاك بجوج هما البنات، فهذه كتكمل هذه، فهذه كتكمل هذه، يعني ضروري بجوج البنات. الا بغيتي تزيدي جوج كيلو في يومين خاصك تاكليهم لي اختي بجوج بهم خاصك تاكليهم ان شاء الله. من بعد في الغداء غادي تغداي ان شاء الله، وكلي اختي كلي مزيان كلي مزيان، ما ماشي تبخلي على راسك، كلي كلي علاش ما قديتي. غادي تجيبي مباشره عاوتاني تصايبي كميه بهذا الشكل هذا في الغداء. وفي العشاء كذلك من بعد العشاء فاش غادي تعشاو تعشاي مزيان، لانه العشاء البنات اللي باغيين يزيدوا في الوزن خصكم تعشاو، خصكم تاكلوا اختي، خصك اختي اش غنقول لك، خصك كل ما يكونش عندك فراغ خصك تاكلي مزيان مزيان مزيان. مهم في العشاء كذلك البنات غادي تاكلي نفس الطريقه، نفس الطريقه اللي صوبت معكم في الفطور وفي الغداء وفي العشاء، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء كذلك. وصافي البنات نكون وصلنا لاخر مرحله، ما سخيتش بكم، شكرا لكم يا احلى واغلى متتبعات على كلامكم الزويت اللي دائما كنلقى في لي كومونتير، كنلقى في انستغرام، تلقى في جميع السوشيال ميديا اللي خدتكم عليا، شكرا. وكتستاهلوا ما اكثر واكثر من المصداقيه لانكم غاليات على القلب ديالي. اذا البنات ما سخيتش بكم، اللي بغات اي وصفه تواصل معايا ان شاء الله الانستغرام ديالي او كتبيها هنايا في لي كومونتير، بغيت اكبر عدد ديال لي كومونتير فيه الوصفات اللي كتطلبوا ان شاء الله. فهاد الاسبوع كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي يكون حافل باذن الله وصفات لي حصريه وليكم يا احلى واغلى متتبعات. ما سخيت بكم، اللي بغات تواصل معايا مرحبا والف مرحبا بها، تواصل معايا ان شاء الله الانستغرام ديالي او عبر الجيميل ديالي اللي كتلقاوها البنات، جميع المعلومات كاينه في صندوق الوصف. مرحبا والف مرحبا بكم، غادي نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جاي باذن الله.